طب يلا نشوف كده ازاي نimplement الميدياتور ديزاين باترن. الحقيقه انا قعدت ادور شويه على يعني الامثله اللي الناس بتتكلم عنها وهي بتشرح الميدياتور ديزاين باترنات. اغلب الناس بتشرح مثال انا مش حاسه ميدياتور قوي، بيتكلموا عن مثال شات روم، بيقول لك لو انت عندك مثلا ناس كتير عايزين يشاتوا مع بعض، فبدل ما تخلي جوه كل انستنس جوه كل انستنس من البيرسون مثلا انستنس لكل الناس اللي هو بيتشات معاهم او اري حتى اوف الناس اللي بيشات معاهم وهكذا يعني، وكل ما حد يزيد تضيف انستنس او تضيف اوبجكت في الاري، وكل ما حد يمشي تشيل اوبجكت من الاري، وبالتالي هيكون عندك اري دي ريبيتد او دوبليكيتد يعني جوه كل الناس. بدل ما تعمل كده اعمل اوبجكت سميه شات روم، وانت بتبعت الداتا بتاعتك للشات روم وهاز هاف ا ريفرنس للشات روم، والشات روم هي اللي بتعمل برودكاستنج لبقيه الناس. طيب ده المثال ناس كتير بتتكلم عنه، بتتكلم عن ميدياتور وهو ماشي كايند اوف ميدياتور، بس انا حاسس ان ده اقرب بكتير قوي للاوبزرفر ديزاين باترن منه للميدياتور ديزاين باترن. صح، انا في الاوبزرفر انا كنت مهتم فعلا بالبرودكاستنج، فكان الشات روم دي هي السبجكت وبتعمل برودكاستنج لكل الناس اللي عامل لها سبسكريبشن، فمثال الشات روم ده اقرب بكتير قوي للاوبزرفر. وده علشان الشات روم بتبعت دايما لكل الناس اللي جواها. الميدياتور مش كده، انا مش في الميدياتور انا مش عايز اكلم كل الناس، لا انا عايز اكلم حد بعينه، انا كل شويه عايز ابعت مسج معينه لحد بعينه ماشي في السيستم بتاعي. يعني مثلا طياره مثلا، لو انا مثلا مش عارف يعني هنشوف المثال اللي هنشتغل عليه بتاع في الكودينج، يعني المثال اللي هنتكلم عليه هو مثال موجود كده باختصار شديد قوي في الكتاب بتاع هيد فيرست ديزاين باترن، غير كود ولا حاجه، ان هو حاطه في الابندكس، فجاي مثال صغير كده بس هو مثال ظريف واقرب بكتير للميدياتور من المثال بتاع الشات روم ده. قال لك تخيل انت عندك سمارت هوم، ماشي، عندك شويه اجهزه كلها سمارت كلها بتكلم بعض. طيب انت دلوقتي راجل بتصحى من النوم، اول حاجه بتعملها دي بدايه السيناريو بتاعك، اول حاجه بتعملها المنبه بيرن، فانت بتوقف المنبه، بتعمل له سنوز او بتعمل له ستوب ايا كان. طيب المنبه سمارت، فاول ما يلاقيك عمل سنوز بيبعت مسج للكوفي ماشين تقول له، يقول لها ايه؟ يقول لها او ما تعمل يقول لها اعملي قهوه. طيب الفكره بقى في حاجه، ان هو مش هيبعت للكوفي ماشين يقول لها اعملي قهوه غير لو انت يوم شغل مثلا، يعني ده سيناريو اللي احنا بنتكلم عنه، سيناريو كومبليكيتد شويه. فبالتالي انا جوه الالارم محتاج اتشيك هل النهارده جمعه او سبت، لو الجمعه او سبت انا مش عايز قهوه، انا جمعه سبت خلاص انا هعمل سنوز وهكمل نوم مثلا ماشي، بينما اي يوم تاني هعمل قهوه. فمحتاج اتشيك، فمحتاج يكون معايا انستنس من اوبجكت اسمه مثلا كالندر جوه الالارم، جوه الكالندر زي ما هنشوف الكود دلوقتي هتشيك النهارده مش الجمعه والسبت، لو النهارده مش الجمعه والسبت ابعت للكافي ماشين خليها تعمل قهوه. الكافي ماشين هتعمل قهوه بس الكافي ماشين عارفه نظام الدايت بتاعي، فمثلا لو النهارده الثلاث هو اليوم الفري بتاعي يوم الثلاث فهتحط سكر كتير، إلس مش هتحط سكر. يبقى جوه القهوه جوه الكافي ماشين بتكون محتاج يكون معايا انستنس من حاجه اسمها كالندر مثلا، بيقول لي النهارده ايه في الاسبوع، لو النهارده التلات هعمل قهوه، ايلس مش هعمل قهوه. طيب بعد كده تعال نشوف كده في الكود على طول ولا ايه، ماشي مش مهم. الكافي ماشين بعد كده بتبربير القهوه وبتخلصها، وبعد كده بتكول حاجه اسمها موفينج روبوت، انا عندي روبوت جوه الهاوس وظيفته ان هو يبعت او يوصل الحاجات. فالكافي ماشين اول ما تخلص القهوه هتكول الموفينج روبوت، ده كلاس برضه اوبجكت، وتقول له وصل القهوه. الموفينج روبوت هيوصل القهوه للسرير، وبعدين هيرنج الالارم تاني، هيكول الالارم يقول له رن عشان انا وصلت القهوه تاني. حلو؟ حلو. يبقى الموفينج روبوت محتاج يكون معاه انستنس من الالارم، بعد كده الموفينج روبوت بيروح تاني يفتح ستاير بقى، يفتح الويندو او يكول الويندو اوبجكت السمارت ويندو يخليها تفتح الستاير عشان انا دلوقتي جوه السرير الاقي المنبه بيرن والقهوه جت والدنيا نورت فاصحى بالعافيه يعني، خلاص؟ فالروبوت ده جواه انستنس من الالارم عشان يعرف يكول عليه الرنج فانكشن بتاعت الالارم، وجواه انستنس من السمارت ويندو. طبعا الكوفي ماشين جواها انستنس من الكالندر وجواها انستنس من الموفينج روبوت وهكذا. طيب تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل جوه الكود. انا عملت هنا كود للميدياتور بي 4، الميدياتور بي 4 ان انا احط الميدياتور باترن ده كده الكوميونيكيشن المعقد اللي انا معايا انستنس من كل حاجه عايز اكوميونيكيت معاه. هلاقي مثلا الالارم بدايه هو الالارم فانكشن اسمها سنوز، بكول ماي كالندر اللي هو الراجل ده دوت جيت تايم، انا عامل كالندر جيت تايم ده بيترجع لي الداي اوف ويك، ماشي داي اوف ويك، مش عارف نسميه داي اوف مانث ليه، وات ايفر يعني بغض النظر عن الاسم، فده داي اوف ويك، برجع رقم من 0 لحد 6 تقريبا، 6 هو الجمعه، 0 هو السبت، بعد كده 1 لحد وهكذا. حلو؟ فالراجل ده جواه فانكشن اسمها جيت تايم بترجع لي انا النهارده يوم ايه في الاسبوع. فانا جوه الالارم هنا
بشوف التايم ده جوه الفانكشن اسمها سنوز. سنوز دي اول ما اليوزر يدوس على زرار السنوز في الالارم الفانكشن دي بتتنفذ. فبتشيك الديت دي، لو النهارده مثلا جمعه او سبت، لو النهارده مش جمعه ومش سبت هعمل قهوه، ايلس مش هعمل قهوه خلاص. فلو النهارده مش 0 مش 6 هكول ماي كافي ماشين اللي هي معايا انسنس من نوع، من نوع ايه؟ انا معايا انسنس من نوع كافي ماشين ومعايا انسنس من نوع ماي كالندر. حلو، لو كده هكول ماي كافي ماشين دوت ستارت. طيب كافي ماشين دي الستارت فانكشن بتاعتها، خد بالك كافي ماشين جواها اولا انسنس من موفينج روبوت وكالندر تاني، وجوه الكونستراكتور بسيت الحاجات دي. طيب الستارت بتاعتها بتطبع برنت بريبيرنج كوفي، فينيشد بريبيرنج كوفي، وبعد كده بتجيت التايم برضو من الكالندر الانسنس اللي عندي. ولو النهارده ثلاثه تقريبا يوم الثلاث صح، سبت واحد حد اثنين، لا سبت حد اثنين اثنين وات ايفر يعني كان يوم معين يعني يوم الاثنين تقريبا، هاد شوجر عشان النهارده اليوم الفري بتاعي. وبعد كده else مش هاد شوجر، وبعد كده هكول الموفينج روبوت دوت ترانسبورت، ده هيترانسبورت الكوفي. الموفينج روبوت اللي هو انستنس جوايا هتلاقي ان هو معاه انستنس من الالارم ومن الويندو. الموفينج روبوت بياخد الكلام ده في الكونستراكتور، وبعدين بي وانا عامل اثنين كونستراكتورز هنشوف ليه دلوقتي، ترانسبورت روبوت ترانسبورتنج روبوت ريتش ديستنيشن، وبعد كده الارم ترينج بيرنج الالارم وبي اوبن الويندو. ساعتها خلاص كده السيناريو اللي انا عامله خلص، ده مجرد سيناريو كوميونيكيشن معقد شويه. جوه الميديتور تيستر بعرف انستنس من الكالندر ومن الويندو ومن الروبوت. خد بالك انا هنا عملت ايه بقى؟ انا ليه عملت اثنين كونستراكتورز للروبوت؟ لان الروبوت محتاج الارم، عشان الروبوت هاز ان الارم. الالارم محتاج كوفي ماشين، والكوفي عشان اجيت انستنشيتد الارم محتاج كوفي ماشين في الكونستراكتور بتاعه، والكوفي ماشين محتاجه روبوت صح. فدلوقتي الروبوت محتاج الارم، والالارم امبليسيتلي محتاج روبوت، فمحتاج يعني في سيركلر ريفرنس. مش هعرف اعمل كونستراكتور الالارم ياخد كوفي ماشين اللي هي بتاخد روبوت، يعني محتاجه اخريتهم بالترتيب بشكل ما. مش هينفع اخلي الكونستراكتور بتاع الالارم جواه كوفي ماشين، لان الكوفي ماشين محتاجه روبوت والروبوت محتاج الارم، فلاقي ان انا عندي سيركلر ريفرنس. فمضطر او اضطريت يعني اعمل كونستراكتور تاني للموفينج روبوت بياخد ويندو بس من غير الالارم، فهكريت الروبوت وابعته للكوفي ماشين ماشي. وبعد كده اكريت الالارم باستخدام الكوفي ماشين، وبعد كده اسيت الالارم بتاع الموفينج روبوت باستخدام سيت الارم او باستخدام الارم. هلاقينا هنا عملت الاول ايه؟ موفينج روبوت من غير الالارم، وكده عملت الكوفي ماشين واديتها الروبوت واديتها الكالندر، وبعد كده عملت الالارم واديت الكوفي ماشين والكالندر، وبعد كده عملت الروبوت موفينج روبوت دوت الارم ايكوالز الالارم اللي انا كريته عشان بس حوار السيركلر ريفرنس ده ما يبوظش الدنيا. وبعد كده عملت كول الارم دوت سنوز، لما رن ده هلاقي ان اللي حصل اهو بريبيرنج كوفي، فينيشد بريبيرنج كوفي، روبوت ترانسبورتنج، ريتش ديستنيشن، رينج اوبننج ويندو. خلاص ده كده اللي حصل. طبعا السمارت ويندو اهي نسيت ابص عليها، جوه فانكشن اسمها اوبن وفانكشن اسمها كلوز بس. طيب فده كده الديزاين بتاعي من غير الميديتور ديزاين باتر. الفيديو الجاي هنشوف ازاي بقى نمبلمنت او نظبطه بحيث ان احنا نميك يوز اوف الميديتور ديزاين، بس ما بقاش عندي هذا القدر من الكومبلكسيتي.